مسجد الحسين بن طلال يعد من أعرق وأقدم المساجد في محافظة مأدبة. يعني يقال أن البناء كان قبل عام 1929، لأنه يوجد عندنا معلومة أنه تم توسعة المسجد عام 1929، لكن ما بعد ذلك يعني كان عبارة عن رواية جميلة تاريخية يتحدث عنها الأجداد والآباء حقيقة عن زيارة مسجد مأدبة القديم على الأقدام، يأتونه من كل يعني حي في مأدبة، يعرف في مأدبة مسجد القديم المرتفع لأنه يقع على منطقة مرتفعة حقيقة في مأدبة، عندما كانت يعني مأدبة قرية إن صح التعبير، قرية صغيرة، وانتقالها من لواء إلى محافظة إن صح في مأدبة، يعني تعرض المسجد بالرغم أنه أقدم مسجد إلى تصدعات، إلى تغير في المناخ، يعني أثرت في عوامل المناخ، ولكن بفضل الله جلت يعني تشرفت محافظة مأدبة عام 1998 بزيارة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. ومن مكارم الهاشميين المعتادة علينا حقيقة أن أمر بإعادة هيكلة البناء وتوسعة البناء، بل أن يكون نموذجا حقيقة للمعمار المساجد تاريخيا وإسلاميا. ولذلك كما تشاهدون المسجد حاكى الهندسة المعمارية العثمانية من خلال القباب، من خلال نظام الأروقة فيه، الأقواس إلى غير ذلك. وهذه التوسعة حقيقة انتهت 2007، كان فضل العجل في هذه المنظر المشاهد. فضل العجل المسجد بني على أرض حقيقة هي لعائلة مسيحية، فهو بالنسبة لنا يشكل حقيقة التعايش الديني في محافظة مأدبة، مجاور لكنيسة، يعني رمز تاريخي وديني تمثله محافظة مأدبة في هذا المسجد، يقع على مساحة دولمين وتسعمية وزيادة تقريبا، يعني ثلاث دولمات إلا هذا المكان. المسجد فيه قبة كبيرة وتحيط فيه أربع قباب صغيرة. المسجد يسع لألف وخمسمائة مصلي في كل ساحاته، فهو يحتوي على مرافق دار مركز ثقافي، ويحتوي على طابق علوي، وأيضا سكن أو سكنات للموظفين، المؤذن، الخادم، والإمام. يعني الآن المسجد هو رئيسي بالنسبة لنا، تقام فيه صلاة الجمعة، يقام فيه صلاة العيد في حال الاحتياج للمساجد في صلاة العيد والمناسبات. وما زال فضل الله جل يلقى رعاية وعناية من وزارة الأوقاف بإشراف أيضا من الديوان الملكي، نحاول دائما أن يقدم له أكبر قدر ممكن من الخدمة. مزود الآن بالطاقة البديلة، طاقة شمسية لنسبة كبيرة من المسجد، لأنه سعة المسجد وظروفه ما كان ممكن تغطيتها كاملة. وبفضل الله عز وجل يعني يعد رمز من الرموز الدينية والتعايش الديني في محافظة مأدبة.